بمجرد دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، تبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات بشأن خرقها. أوكرانيا قالت إن روسيا التي أعلنت من طرف واحد وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة لم تلتزم، وواصلت هجماتها على باخموت وكراماتورسك، بينما قالت موسكو إن أوكرانيا واصلت قصف أحياء سكنية في الدنباس مؤكدة التزام روسيا بقرار وقف إطلاق النار. إلا أن ساحات المعارك بدت أقل توترا منذ منتصف نهار اليوم الثالث من يناير بتوقيت موسكو، وهو الموعد الذي حدده بوتين لبدء العمل بقرار وقف إطلاق النار المؤقت احتفالا بعيد الميلاد وفق التقويم الشرقي. ما لاحظنا هو بالتأكيد عرى الغرب وأوجد يعني أعطى بوتين فرصة ذهبية أضاعت أوكرانيا ومن خلفها الغرب، لأنه إذا ما طلبت أوكرانيا الهدنة بعد فترة من الزمن لن تجد آذان صاغية في موسكو. مجرد خدعة لوقف تقدم القوات الأوكرانية في الدنباس، هكذا وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إعلان الهدنة من قبل روسيا عشية دخولها حيز التنفيذ. أما ردة الفعل الغربية فقد جاءت مزيجا من الرفض والسخرية، وتزامن ذلك مع الإعلان عن إرسال واشنطن وبرلين مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهو ما اعتبرته موسكو محاولة غربية لإطالة أمد الحرب. ورغم ذلك فإن الهدنة المؤقتة منحت جميع الأطراف فرصة لالتقاط الأنفاس والاحتفال بعيد الميلاد المجيد. نصلي بإخلاص من أجل أفراد الأسرة والأقرباء، من أجل أنفسنا، من أجل وطننا الأم، من أجل أولئك الذين يعانون، من أجل إخواننا في أوكرانيا الذي يتم طردهم اليوم من دير بيتشيرس كلافرا في كييف، التي كانت على مدى قرون هي الحارس الأرثوذكسية الحقيقية غير المشوهة. وعلى جبهات القتال يترقب الجميع ما الذي يمكن أن تحمله الأيام المقبلة بعد انقضاء ساعات الهدنة القصيرة. وبغض النظر عن مدى التزام طرفي الصراع بقرار وقف إطلاق النار المؤقت، فالمؤكد أن مجرد إعلانه وإن كان من طرف واحد يعني أن السير في طريق المفاوضات ليس مستحيلا، مع الاعتراف بصعوبة التوصل للاتفاق يقود لوقف دائم لإطلاق النار. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، موسكو.